دوين ميلر وسالم الدوسري استعداد لتنفيذ ركلة الجزاء، يأخذ الإذن سالم، سالم تقدم، سالم الدوسري يلعب كرة والتصدي من دون ميلر، وثم بعد سالم الدوسري يكمل على ما تبقى من تنفيذ ركلة الجزاء لينهي الكرة في شباك المنتخب الجامايكي، معلنا عن تقدم المنتخب السعودي بهدف أول. ممتازة سالم، المتابعة الثانية من سالم الدوسري، ميلر تعلق من أمام كرة سالم في المرة الأولى، لكن بعد ذلك متابعة سالم تسجل للمنتخب السعودي هدف الأول في شوط المباراة الأول وفي بدايته. ممتازة المتابعة من سالم بعد تصدي ميلر، سالم الدوسري عاد مرة أخرى ليضع الكرة في الشباك. حضور ذهني عالي جدا أدى إلى أن سالم لم يتنازل عن كرته، استمر في البحث عن الكرة وسجل الهدف الأول في صالح المنتخب. العودة للمنتخب السعودي على مستوى البطولات القارية والعالمية، هذه كرة المنتخب السعودي، محاولة، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، صالح الشهري يضيف الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني، التقدم بهدف آخر بعد كرة ممررة لصالح الشهري، تمركز كان رائع جدا من صالح الشهري في منطقة الجزاء، ثم استغلال الكرة رائع من صالح الشهري الذي أعاد اكتشافها الهلال مرة أخرى بعد انضمام الهلال. حضور كان ممتاز بالنسبة لصالح الشهري، واليوم في تمثيل المنتخب السعودي وتألق من صالح الشهري الذي أضاف الهدف الثاني في هذه اللقطة. شوف الكرة من جديد، يا سلام على أيمن يحيى، متابعة جيدة من أيمن يحيى الكرة الماضية، ثم تمريرة رائعة من أيمن باتجاه صالح الشهري اللي استغل الكرة أحسن استغلالها وسجل معها الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني. 2-0 للمنتخب السعودي، الآن يتقدم الأخضر بهدفين مقابل لا شيء أمام خصم المنتخب الجامايكي مع نهاية شوط المباراة الأول. كنت في حديث عن أن في الخلف صراع على كرة ينتهي لسالم الدوسري، سالم انطلاقة من سالم، سالم مع عبد الله الحمدان، ممتاز الفرصة للمنتخب السعودي من سالم لعبد الله، وعبد الله يا سلام يا سلام، رسمة سعودية رائعة جدا، سالم لعبد الله الحمدان، وعبد الله لفراس البريكان، وهدف ثالث في غاية الروعة للمنتخب السعودي. ممتازة الكرة بين الثلاثي، تعامل رائع جدا مع هذه الكرة من الثلاثي عبد الله وسالم وفراس، ينتهي بهدف ثالث لمنتخبنا الوطني، 3 أهداف ممتازة للمنتخب السعودي. وسالم الدوسري على أرضية الملعب يعاني من إصابة، سلامات سالم، كرة رائعة جدا من الثلاثي سالم وعبد الله وفراس، تنتهي ب3 أهداف الآن للمنتخب السعودي، هدف ثالث يضيف فراس البريكان. شوف الكرة من جديد، الكرة اللي تدخل فيها سالم الدوسري من وسط الملعب، ثم هذه الانطلاقة من سالم، سالم الذي جاء بكل خبرة مع هذه الكرة لعبد الله الحمدان، يا سلام يا عبد الله، لمسة رائعة جدا من عبد الله، أيضا لا يمكن أن نغفل عن عبد الله الحمدان في هذه اللقطة، لأن عبد الله بدل أن يفكر في التسجيل بهذه اللقطة فضل أن يلعب كرة لفراس البريكان، لأنه أضمن الكرة مع فراس بأن تأتي كهدف ثالث للمنتخب السعودي.